répandeur des enfants. Répandeur des enfants. Zgougou mini jibou, اسمها نبتة اللي نلقاو فيها زقوقو. كيفاش نخرجوا منها؟ كناتوسة. كناتوسة نجبدو الزقوق في كناتوسة ونرحيو ومن بعد نجبدوه من الحكة ونجبدوه من الحكة ونحيو منه الوسخ ونطيبوه ومن بعد يحطوه في صحفة يحط فوقه الكريمة ويحطوا فيه شوية زينة. النبتة الياسمين راضة اللي هبت منها دردحها طيحتو زقوقو وبعد يطيبوها وبعد ناكلوها نعملو بالصوص وبعد ناكلوها. قولي اسمه حسب رايك. شو زقوقو حسب رايك اني نحبك انت من راسك من خيالك. زقوقو وين نجمو نلقاو؟ نلقاو في القاع. لا في القاع. وين في القاع؟ تحت الشجر. معناها الزقوقو نجيبوه من الشجر؟ نقولي نجيبوه من الشجر. باسمها شجرة؟ شجرة خضرة معناها الشجرة نخرجوا منها زقوق اسمها خضرة. بحسب رأيك كيفاش نخرجوا منها زقوق؟ هو يخرج واحد زقوق نخرجوا منها تتلصوصو. كيفاش نخرجوا؟ الكسكس. كيفاش نخرجوهم بعد يخلوه نبتة الفاصوليا. كيفاش نخرجوه؟ نخرجوه بجديد. كيفاه؟ نلوجو عليه ونودوه. Répondeur des enfants.